السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التصنيف الفيفا الجديد وقفزة صاروخية للمنتخب الوطني الجزائري، يعني من التصنيف اللي كنا فيه ان شاء الله بربي قلنا لكم ونعاودوا وكنتوا مشتاقين باش توصلوا تصنيف 27، خمس سنوات وانتم تخدموا باش توصلوا غير التصنيف 25 ولا التصنيف الاول في افريقيا اللي ما لحقتوهش، خاطش علاه ما كناش باداء جيد، ما كناش نقدموا في اداء جيد، كنا نربحوا بصح بدون اقناع بدون اداء، يعني النقاط في الاداء ما كاشي، نقاط تاع فوز ربح هكا ربح منا ربح منا، ماشي كنا نربحوا، كنا نربحوا التصنيف يعني فوق 130 ما كناش نربحوا التصنيف حنايا. مالكم مول 35 مباراة تاعكم اقلعوا واحد الربع تاع لي زيكيب مليا ما كاشي كاع، مالكم هما كاش كاع على هذيك ما طلعناش في التصنيف، يعني غير تخسر تعاود تولي. حنا اليوم لا غادي نفوتوا ان شاء الله بربي نجيب لكم التصنيف وين غادي نظمن لكم من 2026 التصنيف 20، تصنيف 20 نوصلوا التصنيف 20 ان شاء الله بربي، والمباريات الحاسمه نربحوها. انا معليش ماركي لي في ماتش اميكو، نعرف انايا وين الضر تاعي وين راه، نعرف وين راه المرض، معليش في ماتش اميكو نخسر، معليش نخسر يماركو لي 10 تاع لي بيت ماذا بيا نشوف وين راه المرض، خاطش على وين وصلنا، خاطر ربحنا تونس ربحنا موريتانيا هنايا يعني عقل عليها في اوت، لعبنا في اوت ربحنا موريتانيا وربحنا المالي وربحنا تونس في تونس، رغم ان تونس دوزيام ميطو عطاتنا درس واحد الدرس عطاتونا في كرة القدم، ما بغاش تدخل برك ما طاقوش يماركو، ما جا لا مساكني ما جاوش يلعبونا بدوزيام ايكيب تاعهم، ربحناهم 2-0 من كرات ثابته، ماشي لا من كرات ثابته طاك طاك بنت تاع ولاو يرقصوا يديروا هكا صح، فما ولاو يغيطوا من بعد كذبونا ولاو اللي يكذب لنا اللي يكذب لنا يغيط لنا، ولاو الناس يشوفوا كيفاش يغيطوا. انا عقل انا نشوفوا باللي المنتخب الوطني ما راهوش في الطريق الصحيح، قضيه تاع اداء، كنا نشوفوا باللي كي قلبونا مدربين يكونوا ملاح غادي يغبنوا لونترينير تاعنا السابق، صح كنا نحضروا فيها وكنت نهضر فيها في وقتها. الجزائر كاع فرحانه، الناس اللي تعرف بوله يشوفوا باللي ما راناش قابلين الطريق الصحيح، الناس في الفيسبوك وعد منا وعد اللي ضربناهم بزوز وعد يهضر منا، انا اش قلت لكم راني عاقل كما جماعه، خسرنا 2-0 افضل ماشي نربحوا، رانا داخلين في تصفيات كاس العالم ورانا رايحين كوب دافريك، كو خسرنا دو ماتش كو خسرنا مع المالي وخسرنا مع تونس بدو زيرو ولا 3-0 افضل، علاه افضل علاه باش نعرفوا العيوب تاعنا ما نقعدوش نضحكوا على روحنا، خاطر ربحنا تونس وبعد لعبنا مع جيبوتي ضربناها ب8 روحنا للبوركينا فاسو درنا منعنا من الخساره، جاتنا اخرى كسموها النيجر لعبنا لا الي روتو ربحناها يا جماعه على الشيطة قال لك لا انت ما كان، جاتنا بوركينا فاسو هنايا خرجنا من العنق الزجاجه، خرجنا من العنق الزجاجه ربي شاف فينا ما كناش غادي نتكاليفيو، شكون اللي كاليفاتنا يكثر خيرهم النيجر، راحوا داروا ماتشني لبوركينا فاسو في بوركينا فاسو وما كوزا ماك هما ربحوا النيجر وجاو 2-1 لهنا 2-2 هما خير منا، خاطش داروا عندنا درنا عندهم 1-1 ولهنا 2-2 فرق الاهداف الي روتو، كانوا هما غادي يروحوا فرق الاهداف، تا ماركيت حبه غادي عندهم هما ماركاو لك زوج هنايا غادي 1-1 هنا 2-2 فرق الاهداف، كانوا هما غادي يفوتوا كسر خير النيجر، فتنا من عنق الزجاجه، لكن الناس ما بغاش تفيق في ذاك الوقت، بصح شوف درنا ماتش ربحنا بوليفيا، درنا ماتش نيل مع جنوب افريقيا خسرنا 3 ماتش خسرناه، بصح من بعد روح انت خسره دروك روح انت خسره، هذه هي نعاودوا نتكلموا على التصنيف تاع الفيفا
يعني وين قفزة صاروخية للمنتخب الوطني الجزائري، وينتظر أن تحقق يعني يحقق المنتخب الجزائري قفزة في التصنيف الفيفا الجديد للمنتخب، والذي يعني يتصدره الاتحاد الدولي، وين يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 19 سبتمبر المقبل. يعني ونجحت يعني كون نبقاو نعاودو نولو فانيك منتخبات عربية مثل منتخب مصري، منتخب التونسي، منتخب الجزائري، منتخب المغربي. ربما المنتخب المغربي يقعد في التصنيف تاعو، يعني تاع الفيفا ما غاديش يولي، خاطر تربح دو ماتش، ربح دو ماتش اللي فاتو زاد دو ماتش هادو، يمكن يزيد يقد بلا يقعد في التصنيف تاعو. هذه هي. ونجحت المنتخبات العربية الأربعة في تحقيق الفوز خلال جولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025، وحقق المنتخب الجزائري فوزان على نظيرهما غينيا الاستوائية وليبيريا بنتيجتين 2-0 و3-0 على التوالي. وفاز المنتخب المغربي يعني في المباراة الأولى بأربع أهداف بأداء والنتيجة، وفاز بهدف لصفر في المباراة الثانية. وكذلك وفاز المنتخب التونسي على مدغشقر بصعوبة كبيرة بهدف لصفر في الدقائق الأخيرة، وفاز على غامبيا بهدفين لهدف، في حين تفوق المنتخب المصري على رأس الأخضر يعني وبورتوانا بنتيجتين 3-0 و4-0 على الترتيب. ووفق لموقع يعني مواقع متخصصة باحتساب تصنيف الشهر للمنتخبات، فإن المنتخبات العربية الأربعة ستحقق قفزة نوعية بخمس مراكز خلال ثلاثة، خلينا من المغرب جبدوا ثلاثة، يعني قفزة نوعية بخمس مراكز خلال التصنيف الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وعلى إثر ذلك سيصعد يعني المنتخب الوطني إلى المركز 41، فيما سيصعد المنتخب تونس إلى المركز 36 عالميا، ومصر تابعا للمركز 31، والمغرب المنتخب المغربي سوف يعني مزق خاطر على حسب الإحصائيات منتخب يعني راه مع نقولوا بلي مع 20 الوالة، خاطر ما نقولوش مع 10 الوالة، 10 كيكون مع في التصنيف العاشر، نقولوا راه مع 20 الوالة ولا مع 15 الوالة، ما عطاوش التصنيف تاعو، قال لك خاطر كاين تصنيف هما تاع خاطر داخل مع المنتخبات الكبيرة، راه داخل مع المنتخبات الكبيرة، منتخبات قوية خويا، راه يعافر في المنتخب المغربي يعني في التصنيف، راه يعافر في منتخبات قوية، ماشي أنا راني نقول فيها كاين يقول لك تراك تشكر، ماشي راني نشكر فيهم ولا راني، هذه حقيقة رانا نهضرو فيها. هذه حقيقة رانا نقولوا فيها، يعني منتخب مغربي راه يعافر في منتخبات قوية وكبيرة وعالمية في التصنيف. هذه يا خويا عليك نقولوا بلي اليوم شوبير أودي الناس أراك تقول لك ولدي خويا، أنا كي تقول لي بلي يعني وين واه هذه نهضر معاك، أنا كي نهضروا على المنتخب الوطني، وين المنتخب الوطني يكسب 11 نقطة وخمس مراكز في ترتيب الفيفا، هذه هي وين يترقب أن يرتقي المنتخب الوطني إلى المركز 41 عالميا في تصنيف الفيفا الجديد المقرر صدوره يوم 19 سبتمبر الجاري. ونجح الخوض في فترة توقف الدولي صح وين ربح يعني وين غادي تكون التصنيف في صالح المنتخب الوطني الجزائري، يعني وين تزيد تقدم، خاطر علاه كاين واحد قال لي هي كتبها لي شو بنقول لك، انتم راكم في كل تدخلوا جمال بالماضي، احنا انا دروك هدرت على جمال بالماضي، ما هدرناش على جمال بالماضي لا يرحم الشوابين، اذا كان يدي فيديو مانيش نجبد كاع على جمال بالماضي، كيقول لك هذا راك تهضر على جمال، مالاش نهضروا على جمال بالماضي، انا كي راني نقول لك يا ولد عمي، راني نقول بلي منتخب وطني التصنيف تاعو، انا كي بغيت تقول لي جمال بالماضي خلانا في المرتبة 29، يا ولدي خويا وتروك تكذب، هاولي تكذب، ما جمال بالماضي خلاك في 47 او روحنا 47 ومالك، مالكم مولدي، 45 خلينا في 45 وبعد قدمنا وبعد عاودنا ولينا.
نهار اللي خسرنا مع غينيا عاودنا ولينا يعني ولينا وين ما خلانا جامع بالماضي وزروك جامع بالماضي كي تقول لي باللي خلانا في 29 عاودي هو على من بيت كذب اصاحبي خليني نهضر على جامع بالماضي هذاك جامع بالماضي يعني بالسيف خلانا سبحان الله الشيطان اصاحبي راح صاي كيربح الله يسهل عليه خويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد. ما تنساوش تفعيل الجرس واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا.